الله يحييكم، يا مرحبا وبرك السعاد. براند غرشة عود للعطور الكويتية، براند مختص في العطور الشرقية للمناسبات، ونفس الوقت عطور يومية بلمسات شرقية. البراند طبعا له مشاركة سابقة في معرض المدينة، وما شاء الله تبارك الله حققنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل أهل المدينة وذوقهم الرفيع حققنا نجاح كبير جدا الحمد لله. أكبر دليل أن يادوب تونا فتحنا اليوم، والحمد لله ما شاء الله تبارك الله الناس قاعد تقول خذنا بالمعرض اللي فات ويجيبون أخوياهم وأصحابهم الحمد لله. يعني هذا بحد ذاته نجاح، لما يجي الواحد ويجيك ويقول لك حنا أخذنا من عندك العطر الفلاني نبغاه ونبغى شيء ثاني على ما قال. الله يحييكم وبرك الساعة. طبعا أنا بحب أشممك أو أني أعرج على الأصناف اللي أكثر مبيعا، بس عندك طال عمرك اللي هو عود ملكي، زعفران وهيل ولذر، وعندك طال عمرك ماجيك، خلاصة كرم، الفانيلا، باتشولي، عندك هذا سويت أول مرة ينزل هالسنة في معرض المدينة اللي هو سويت، هذا جدا جميل ومنتج حصري تو نازل. إيش مكوناته كذا؟ شكله باين عليه خطير. وباتشولي وبخور ما شاء جميل الله جدا. وعندك هذا طبعا للناس اللي يحبون اللذر فخم، والأفنيوز مسك باودر بس ما هو زي اللي تطري عليك يعني مختلفة، وفلفت وكافي عود. الله يحييكم مبروك الساعات وتنورونا يا حبيبي. طيب اللي حاب يطلب من عندك متواصل معك، وفي عندك خدمة توصيل الطلبات بالضبط يعني عليك، وعندك المتجر يدخلون خلال انستغرام في الكرت يلقون على طول رابط الويب سايت. الله يحييكم. يعني عندكم الحسابات الخاصة فيهم وعندهم خصم، كم نسبة الخصم المقدمة في المعرض؟ الخصم طال عمرك 50%، أي عطر 50% على جميع المنتجات، أي عطر 150 ريال خاص وحصري لأهل المدينة. طيب. الله يحييكم مبروك الساعات. الله يعطيك العافية وشكرا لك. بعدين أخوك.